بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. في يوم من الأيام كان ربنا يسوع واقف وحواليه ناس وحشة كتير، فجم الناس اللي اسمهم الفريسيين دول اللي مش بيحبوا ربنا يسوع، وقالوا في سرهم: ليه يسوع واقف وحواليه ناس وحشة كده؟ ولو كان حلو ما كانش يتعامل مع الناس الوحشة دي. فربنا يسوع له المجد قال: أنا عاوز أحكي لكم حكاية. كان في أب طيب عنده ولدين، ولد كبير وولد صغير. والولد الصغير في يوم جه قال لباباه: بابا أنا عاوز الفلوس بتاعتي. قال له: أنت مش خدت المصروف بتاعك؟ قال له: لا، مش أنت لما تموت يا بابا هنقسم كل الفلوس عليا أنا وأخويا؟ طب أنا عاوز النص بتاعي من دلوقتي. بابا صعب عليه وزعل، لأنه بيقول له بعد ما تموت، كأنه عاوز الفلوس مش عاوز بابا. إنما بابا الطيب قال له: خلاص اللي يريحك، أنا هحسب كل الفلوس وهديك نص الفلوس وانت حر. خد نص الفلوس، وبعدين جه لبابا قال له: بابا انا عاوز اقول لك ان انا ماشي. قال له: رايح فين يا ابني؟ قال له: انا هسافر، انا مش عاوز اقعد في البيت ده. يا حبيبي خليك معانا، ده احنا بنحبك، وبعدين انت خدت الفلوس اللي انت كنت عاوزها. قال له: ما انا هاخدها بقى واروح اصرفها بمزاجي. يا حبيبي بلاش، خليك معايا. قال له: لا انا قررت خلاص. سكت الاب وزعل، وخرج الابن ده الصغير وسافر بلد بعيدة. ولما في ناس وحشين لقوا معاه فلوس عملوا نفسهم اصحابه، وقعدوا ياخدوا منه فلوس ويصرف في حاجات وحشة ويعمل حاجات وحشة، ومش بيفكر ان الفلوس بتخلص. ونسي بابا ونسي اخوه ونسي بيته الحلو، وقعد يصرف الفلوس كلها. ولما خلص الفلوس قال لهم: ادوني فلوس. قالوا له: لا احنا كنا بس ماشيين معاك عشان معاك فلوس، انما دلوقتي احنا مش هنمشي معاك. وسابوه الاصحاب الوحشين وهو معهوش فلوس. طب يعمل ايه؟ راح لواحد قال له: طب ممكن تخليني اشتغل؟ قال له: عندي شغلانة كده في زريبة خنازير. خنازير دول بياكلوا الزبالة. فدخل لقى الريحة وحشة، ولقى نفسه كده واقف وسط الخنازير عشان ياخد باله منهم، والخنازير بتاكل الزبالة وهي فرحانة، وهو نفسه جعان نفسه ياكل، انما مش هيقدر ياكل من الزبالة دي. وقعد يعيط وقال: انا ايه اللي انا عملته ده؟ كان بابايا طيب وبيحبني، وكان راضي ان انا حتى اخد الفلوس بتاعته، كان ايه اللي خلاني اسيبه؟ بس انا لازم ارجع. طب ده انا بابايا في البيت عندنا الشغالين بياكلوا واكل حلو، والاكل كمان بيزيد عندهم ويبقوا شبعانين، وانا هنا مش لاقي ولا لقمة. انا هروح وهقول له: يا بابا انا غلطت غلطة كبيرة قوي قدام ربنا وقدام كل الناس، ممكن تخليني شغال عندك حتى؟ قام الولد ده وابتدى يرجع، وراجع بقى حافي وهدومه متقطعة وريحته فيها ريحة الزبالة. بابا باصص من الشباك ومستني يشوف ابنه راجع، لقى الابن راجع من بعيد، فطلع من البيت جري، قعد يجري 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 عشان يحضن ابنه، وكان فرحان بيه جدا. وابنه بقى مكسوف قوي، مكسوف من هدومه المقطعة، ومكسوف انه راجع حافي، ومكسوف لانه ضيع كل الفلوس، ومكسوف لانه زعل ابوه وسابه كل الشهور دي. انما بابا كان فرحان جدا. فالابن قال له: ايه بابا انا غلطت في حقك وفي حق ربنا وفي حق كل الناس، وانا ما استاهلش اكون ابنك تاني،
ممكن تخليني شغال عندك؟ قبل ما يقول ممكن تخليني شغال عندك، لقى بابا بيبوسه جامد، بيقول له ده انا فرحان بيك قوي، انت كنت ميت وصحيت، تعالى بس ده انا مجهز لك حاجات حلوة قوي. ودخل البيت كده وهو فرحان، وقال لكل الشغالين يلا هاتوا الهدوم الحلوة بتاعته، وهاتوا الخاتم بتاعي لبسوه، وهاتوا الجزمة الحلوة لبسوه في رجليه، وهاتوا العجل اللي احنا عمالين نكبره، كل ما تقولولي يلا ناكله خلاص اقول لكم لا مش هناكله غير لما ابني يرجع، يلا ناكل ونفرح كلنا لان ابني ده كان ميت وامن الموت. يا ترى فين اخوه بقى؟ اخوه كان بيشتغل في الحقل، وراجع اخر النهار، وبعدين لقى البيت فيه فرح وهيصة والناس مبسوطة، فجاب واحد كده من الشغالين وقال له هو البيت فيه هوسة ليه؟ قال له انت معرفتش، ده اخوك الصغير رجع وباباك فرحان قوي وجاب العجل المسمن وعمل وليمة كبيرة اكل كتير. فالابن الكبير اتغاظ وقال انا مش هدخل الفرح ده. فطلع الاب بقى يقول له حبيبي ادخل، تعال سلم على اخوك، ده اخوك رجع. قال له انا زعلان، انا عايش معاك هنا بخدمك وعمرك ما عملت لي حفلة كبيرة كده، وابنك ده اللي خد كل الفلوس وضيعها تفرح بيه. قال له حبيبي انت معايا طول الوقت وكل حاجة عندي بتاعتك، كان المفروض نفرح، اخوك ده كان ميت وعاش وكان ضايع ولقيناه. ربنا يسوع قصد ايه بالحكاية دي؟ حب يعلمنا الأول إنه بيفرح جدا لما واحد فينا يرجع مهما كان عمل حاجات وحش ومهما كان ضيع كل حاجة حلوة، لما بيرجع لربنا ربنا بيفرح بيه جدا، وكل الشغالين الملائكة اللي عند ربنا بيفرحوا بيه جدا، ويقدر يتناول لما يرجع ويقدر يلبس اللبس الحلو وكل حاجة تبقى حلو. وبيعلمنا كمان اوعى يكون قلبنا وحش نشوف واحد راجع لربنا ونقول ازاي ربنا يقبله ده وحش، ما هو ربنا بيحب الوحشين، صحيح مش بيحب الحاجة الوحشة لكن بيحب الخطام. فلما الواحد يرجع لربنا يفرح كمان بكل الناس اللي بترجع لربنا ويدخل يفرح معاهم. ونفتكر الكلمة الحلوة اللي قالها ربنا، ابني ده كان ميت وعاش وكان ضايع ولقيناه.